علوم الطاقة، وتنظيف الشكرات، وطاقة الأنثى، والشكتي، وتنشيط الرحم، وقانون الجذب، وتوأم الشعلة، والتصالح مع الكون، وتمارين التخاطر، والين واليانج، وقراءة التاروت، والأبراج، والوعي الكوني، والسبليمينال، والأكسس بارز، وأساور الطاقة، كلها وثنيات، وقرابين للشياطين واعمال سحره والحاد روحي، السبليمينال عباده شيطان، الاكسس بارز عباده شيطان، العلاج بالالوان شرك اسباب، اوراق التاروت كهانه وعباده شيطان، تنظيف الشكرات مس شيطاني، العلاج بالطاقه الحيويه اعمال شياطين، الاعتقاد في الابراج عباده شيطان، اساور الطاقه تمائم شركيه، الثيتا هيلينج عباده شيطان، اليوجا هي صلاة الهندوس للشيطان قوانين الاستحقاق هي كفر بركن الايمان بالقضاء والقدر توأم الشعلة يقوم على فكرة تناسخ الأرواح الكفرية فتح العين الثالثة تلبس شيطاني كامل الكود الكوني 369 هذا تعلق بوثن الكون البرمجه اللغويه العصبيه مدخل لقانون الجذب الكفري الاسقاط النجمي حاله تلبس شيطاني كامل شيطان لبسك، البندول الاسلامي كهانه وعرافه، سحب الطاقه السلبيه خرافه، تتبعها عباده شيطان، تفعيل الاسماء الحسنى هذا الحاد في اسماء الله، العلاج بالاحجار الكريمه شرك اسباب، الفانج شوي تمائم شركيه، قانون الجذب كفر اكبر والحاد، المديتيشن هي قرابين للشياطين، عباده الشيطان توضع اليوم في باكج اسلامي، من دخل في احدى هذه وعاوز يفهم ليه هذه الأمور عبادة شياطين فليقرأ هذا الكتاب كتاب حركة العصر الجديد للدكتورة هيفاء الرشيد متاح على النت وليشاهد أيضا هذه الحلقة ورابط هذه الحلقة في التعليقات انشروا وحذروا فلعل مسلما يكون على أبواب عبادة شيطان وهو لا يدري قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك ومر النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجلا وفي يده حلقة من صفر زي أساور الطاقة زي قانون الجذب زي التعلق بأن التخيل أتخيل حاجة والحاجة دي هتجيلي وجد في يده حلقة من صفر فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال من الواهنة للتشافي لجلب الطاقة قال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فالتعلق بهذه الشركيات التي سردناها في هذه الحلقة القصيرة مستمد من وثنيات الهندوس والبوذيين لان هؤلاء يتعلقون بوثن الكون فياتي دعاه الطاقه العرب وينشروا هذه الكفريات بيننا قانون الجذب واتصالح مع الكون واوجه ما اريد للكون والكون يلبي طلبي هذه عباده لوثن الكون الف باء شرك ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون